على أي أساس بقدر أقول إن المشروع ده هو مشروع بيئي أو مشروع صديق للبيئة؟ شوف. أو مشروع يعني صح. قابل للتنفيذ كونه مشروع أخضر ذكي. هل فكرة الانبعاثات الكربونية الحد منها فقط، ولا إيه الأسس اللي بيتم على أساس الاختيار؟ ده سؤال ممتاز، لأن في منصة وفي 23 كريتيريا عنصر. في عنصر أخضر نفسه في بتاع 7-8 معايير. قد إيه أخضر؟ يعني إيه بيطلع انبعاثات؟ قد إيه إن هو بيوفر في الطاقة؟ قد إيه إن هو بيقدر يستخدم الإيه؟ إعادة استخدام المخلفات. كل دي من 0% على نمر. في 23 المعيار دول، فبيقعدوا المقيمين وهي مسطرة واحدة توزع على كل المحافظات، عشان مش يجي محافظة تقول لك أنا والله أنا شايف المشروع ده كويس هو كده بالبلدي، لأ، في معايير دولية محطوطة. فهو بيحط بيديله من 0% حسب عمل إيه. هل المشروع ده ينفع في المحافظة دي بس، ولا ينفع يخدم كل مصر؟ الفكرة أحمد بيه إيه؟ إن أنا بقدم حلول، هي مش فزلكة. صحيح. هي حلول. المشروع ده حلول مصرية لمصر وللعالم. قد إيه أنت قدمت حلول تنفع وهي فرص استثمارية؟ يعني لهم 5700 دول مش بس مشروعات ونوال مشروعات مستقبلية هامة، هي فرص استثمارية، خدمة مجتمعية كمان وفرصة استثمارية. يجي المستثمر يقول والله أنا مش عايز أحط فلوسي دلوقتي في الذهب، مش عايز أحط فلوسي في العقارات، أحط فين؟ عنده فرصة في المشروعات دي بعد ما يكون دربناهم. هو كمان في مرحلة تدريب، لأن هو لو تخش على المبادرة، ودي كانت حاجة الوزيرة الدكتورة هيا سعيد مهتمية جدا بيها، إن نحصل شراكات استراتيجية ذكية. يعني إيه؟ عشان تنجح في أي حاجة في حياتك أو في العالم، أو لازم في شراكات ذكية. يعني طبعا. أنت كحكومة بتوفر وعاء، بتوفر مبادرة، يا جماعة اللي عنده مشروع اتفضل، طب ما انت مش تدربني، مش تأهلني، تعلمني ايه اخضر زي ما حضرتك تفضلتي، طيب يبقى انا عامل اونلاين على المبادرة كورسات اصلا تقدم ازاي مشروع. ثم عملنا 50 تدريب فعلي فيزيكال في الجامعات والمحافظات، يا جماعة احنا النهاردة في محافظة القاهرة، النهاردة في محافظة اسيوط، اللي مهتم يجي نقول له يعني ايه اخضر، يعني ايه ذكي، يعني ايه تعمل مشروع، ازاي تقدم دورات تأهلية، الهدف منها تفتيح العقول بالزبط للراغبين والابتكار والتميز. فانت بتعمل نقله نوعيه اللي بيسموها في المايند سيت بتاع المصريين، ان انت بتقول المستقبل ده حاجه تانية، المستقبل هو الاخضر. بس عشان ده ينجح لازم يبقى فيه التمويل، والتمويل ده بنحاول نوفره بالتشبيك، وكل ما المشروع يبقى انجح كل ما التمويل يسهل. وحضرتك قلته في الاخبار دلوقتي، وطبعا تملي الرئيس عبد الفتاح السيسي بياكد على ايه، ان واجب على العالم دلوقتي يوفر تمويل ميسر. ما ينفعش ان كل الظروف العالميه دي اتغيرت ولسه بنوفر نفس التمويل القروض اللي هي صعبه على الراجل عنده مشروع. لا صحيح. لازم يبقى فيه تمويل اخضر، صكوك خضراء، سندات خضراء، هايبريد اللي هي تمويل مختلط، يعني جزء منه استثماري. صحيح. جزء منه قرض، جزء منه منحه. كل دي دلوقتي العالم بيبحثه، واحنا كمصر كرئيس مصر وكمصر بندفع في هذا الاتجاه، ان يا عالم ابدا ادي جرين فاينانسنج، تمويل اخضر بشروط ميسره، ما تبقاش بس قروض، اديني الباكج ده، استثمر معايا واديني جزء منه منحه، واديني جزء منه سند، واديني جزء من سوق. وبهذا اللي بيسموها المختلط، بلندد، هي ده المستقبل.